السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعات قناة أم عثمان زيدات. اليوم إن شاء الله البنات رشمة جديدة، مش رشمة جديدة، درس جديد. هذا الرشمة البنات تقدروا ديروها في الجلابة، تقدر تجي غير وحيدة بحال هكا، جليبة خفيفة راقية، تجي وحيدة بحال هكا في جهة وفي جهة الثانية، يعني رشيمة واحدة أخرى. ندور الإضاءة عليا شوية البنات. صافي البنات غنبداو. هاد الرشمة راه فيها تدوال مرمه، الوريقات، الخنيجرات، الاشكال مختلفة ديال الغرزات والدقات. ونبداو على بركة الله. نبداو بالوردات هما الاولين. حاولوا تشوفوا معايا البنات الطريقة كيفاش كنخدم الوردة، يعني هاد جليبة، هاد الرشمة البنات من الرشامين اللي ما كيموتوش في الطرز الرباطي. هاد الرشمة كتخدم باليد، كتخدم بالماكينة، والطريقة تاع اليوم يعني بالماكينة وغتبان بحال مخدومة باليد. غنضيف على اضافات اللي غتبان مخدومة بحال مخدومة باليد. اللي بغاو يخدموا البنات مرحبا والف مرحبا. ان شاء الله واحد يعني واحد الشهر ان شاء الله وغنبدا نشد الكوموند ديال الخدمة ان شاء الله الرحمن الرحيم. كنتمنى التيسير والتوفيق ليا وليكم ان شاء الله، والله يوفق جميع البنات اللي باغيين يتعلموا. نخدم يا البنات. كنوصل هنا كنحيد العراض البنات وكندور. ودائما دائما البنات الدقة عامرة، الغرزة عامرة. كنوصل هنا كنحيد العراض وكندور المرمى. بمجرد ما كندور البنات كنرجع العراض عادي جدا. وتحية كبيرة لجميع المتتبعين من جميع أقطار وجميع البلدان، ناس الجزائر، تونس، السعودية، أبوظبي، العراق، تونس، يعني وتحية كبيرة للمتتبعات المغربيات العاشقات للطرز الرباطي. تحية كبيرة لكل امرأة بصفة عامة سواء عربية أجنبية، تحية كبيرة لها من أم عثمان زيدات. علاش درت هذا الزيكزاك الوسط البنات؟ لانكم غتشوفوا الداخل ديال هذه الورده اشنو غادي نعمل ان شاء الله الرحمن الرحيم ملي كمل غتشوفوا الداخل ديالها. بالنسبه لواحد الاخت اللي كاين اسئله كثيره، يعني غير ظروف العمل ما ندير لي لايف ونجاوب على الاسئله كامل البنات. يعني من بين الاسئله واحد الاخت قالت لي الماكينه عندك مره كتبان لنا مسرعه مره كتبان لنا بطيئه، واش درتي ليها شي حاجه؟ السرعه ديال الماكينه اختي انا اللي كنتحكم فيها، يعني بالرجل ديالي كنتحكم في السرعه ديال الماكينه، اما نمشيها بطيئه او لا نمشيها سريعه، يعني الرجل ديالي هي اللي كتحكم في السرعه ديال الماكينه. لاحظوا معايا راه كتبان بحال مخدومه باليد. ان شاء الله البنات غنعطيكم نصائح البنات اللي باغيين يديروا بداو مشروع ديال الخياطه، يعني من خلال المواقف اللي كنت يعني اللي كنشوفهم في وانا كنوجد وانا كنحضر لافتتاح المحل ديالي. غنوريكم الاخطاء، غنوريكم يعني كيفاش تقدري تطلعي جلابه باقل ثمن باقل تكلفه بالنسبه للناس اللي بغا يديروا مشروع ديال الخياطه. ان شاء الله ترقبوا هادشي ان شاء الله كامل في قناه ام عثمان زيدات. وشوفوا معايا حتى الالوان
يعني الالوان اللي جاوا مع هاد البلوسيال بصراحه عندك البنات الغوز بيبي والبلوسيال كيتواساو معاهم الالوان بشكل رائع جدا البنات. هاد الالوان اللي غنحط ولا غنزل الا حطيناهم على توب من نوع بلوس من نوع غوز بيبي غيجيو حتى هما رائعين. لاحظايا يعني البنات انا اللي كنتحكم في الماكينه البنات في السرعه ديال الماكينه. ودائما دائما البنات ملي كتكون ورده قريبه جوج الوردات نازه تورنفيس ملي كتكون ورده يعني هاد الورده بيناتها كنخدم هاد جوج وردات وكتكون هاد الورده هنا ما كنجيش من هنا من الفوق البنات وكنخدم كنحاول نخدم من الجهه اللي قريبه الوردات لتحت. الصورة أوضح دابا البنات يعني الصورة واضحة. كيعجبوني بزاف البنات هاد الألوان يعني الألوان الفاتحة كيجو راقيين في الخدمة ديالهم. يعني حاولوا تلاحظوا معايا غنخدم الخنيجر هو الأول البنات يعني ملي كنحس بشي حاجه بالماكينه البنات كنعرف راه شوفوا يعني لاصق ليا الخيط سبحان الله العظيم البنات. ملي كتولي في الماكينه كتعودي الى حسيتي بشي حاجه شدات لك ولا شي حاجه ما هيش كتحسي بالماكينه من اول يعني غير حسيتي بها شدات ليا الخيط عرفتها راه شي حاجه كاينه. البنات نفس العبار اللي بديت بيه هو اللي غندور به يعني شاده العبار في الركبه ديالي وهو اللي غندور به. يعني شوفوا معايا البنات راه الصوره مقربه يعني راه كيبان لكم كيفاش خدمتو. انا بغيت نقرب الصوره باش يبان لكم البنات البنات والخواتات والميمات. الحمد لله القناه ما فيهاش غير البنات فيها ولكن بصراحه بغيت نوصل يعني نشوف فيكم او لما واخا ما كنشوفكم يعني نوصل لكم واحد الصوره شابه خلوها الجزائريين خدمه شابه حتى الصوره ديالكم. ما بغيتش ان يكون فارق السن بيناتنا يعني ما كاينش فرق في التعلم ما عندوش سن محدد ما عندوش وقت محدد ما عندوش فارق ديال عمر محدد. يعني تقدر وحده عندها 50 عام وتجي تعلم الصنعه وحده عندها 60 عام وكتخدم الصنعه وحده عندها 14 عام وكتبغي الصنعه وحده طبيبه وكتبغي الصنعه وحده فرمليه وحده استاذه. يعني الصنعه يعني راه ماشي خاصه غير اللي ما قراش او اللي برك في الدار لا راه كاين ناس تبارك الله مثقفون وعندهم يعني بدلوا الدومين ديالهم كاين ناس بزاف اللي حولوا الدومين ديالهم من دومين من دومين ديال الدراسه لهذا الشيء الخياطه والطرز والعقيق والحمد لله الحمد لله والشكر لله. خواتي من الجزائر الله يجازيهم بخير هما اللي كيقولوا لي خدمتك شابه يعني ملي سولت شابه يعني هي مليحه زوينه راقيه الحمد لله والشكر لله. القناه ولات نفع متابعين من جميع البلدان حتى دول اجنبيه اللي ما كنفهموهمش وما كنعرفوهمش يعني معجبين بزاف بالقناه الحمد لله والشكر لله. ندوز
الوريقات البنات. بسم الله. لاحظتوا معايا الوريقات والخنيجرات، الخنيجرات خدمتهم من نفس لون الثوب. الوريقات مخدومين بطريقه ديال الدقه البنات. يلا لاحظوا معايا ان السرعه انا اللي كنتحكم فيها. سمعتوا السرعه ديال الماكينه كيف دايره، يعني السرعه انا اللي كنتحكم فيها البنات، السرعه ديال الماكينه انا اللي كنتحكم فيها. غنكمل هاد الوريقات. كنتسنى غادا دايره البنات. يعني السرعه ديال الماكينه البنات انا اللي كنتحكم فيها. شوفوا معايا رشيمه جات راقيه خفيفه وفي نفس الوقت جات انيقه. نكملها البنات، هذه هي الرشيمه تاع اليوم، نكملها ونخليكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالها كيف جا. البنات كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الرشيمه تاع اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا درت ليها الغرزه الفرنسيه، كيف ما كتشوفوا معايا البنات درت ليها الغرزه الفرنسيه في الوسط. هذه اللي في الغوص درت ليها الغرزه الفرنسيه من هذا اللون هذا، والعكس ديال الاخرى. كنتمنى السعاده والهناء والتوفيق للجميع المتتبعات، وبسلام عليكم. ما تنساوش الا كنتو جداد مرحبا بكم والف مرحبا في قناه ام اعتمادات، قناه التعليميه بامتياز. وما تنساوش كذلك تابونوا في القناه الا كنتو ما مابونينش، وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ديالي. ولا كنتو جداد ما تنساوش ديروا واحد، الا كنتو من مالين الدار ومن القدامى ديال القناه ما تنساوش ديروا واحد جيم، واحد البارطاج، وواحد كومونتير مع كومونتير وبارطاج مع الاصدقاء في جميع الصفحات الفيسبوك الواتساب ميسنجر ديالكم. البنات كنتمنى لكم السعاده والهناء، والى اللقاء ان شاء الله في حصه جديده من حصص تعلم طرز رباطي المتقول مع ام عتمان زيدات.